قدرت اني انضبط مع صبرت وصبرت، خاصة يعني المعلمة الحلوة اللي قدامي اللي هي كانت صعبة علينا، طولت الباب وقطعنا كل المعقول يمكن بخلينا نتأدى ونوصل بشكل أسرع. كثير أنا بحس حالي إنه حقيقة شيء بعد ما أنا كنت أشتغل على الدفتر كله على بعضه كأنكم على دفتر، صاروا على الإكسل يعني طلعت شيء درجات مش درجة واحدة. إلى جانب إنه فادني فوت على جوجل على برامج على مواقع بتعرف، واللي كان الأحلى إنه صرت أحكي مثلا مع بنتي بإيطاليا اللي بشكرهم جدا فضلكم كبير، بتمنى لكم كل التقدم وان شاء الله دائما شغلكم عم يثمر. رح يثمر اكثر خاصه بالدوره الانجليزي اللي عم ياخذها. بشكر مريم بلحظ كثير لانها لها فضل كبير علينا. منتدى للقانون اللي هو استوعبنا وقعدنا عنده كان صالح وحلو. والف تحيه. من ليلى طالب من دار أمين النهر. أنا هلأ تلميذة بالكمبيوتر، يعني مش عارف شو بدي أقول، استفدت كثير صراحة بالكمبيوتر. يعني كبداية كنت ما أعرف شيء أبدا، كنت أقعد أتفرج على أولادي كيف يشتغلوا على الكمبيوتر، حتى مجال الألعاب ما كنت أفهم فيه، بس هيك من بعيد أتفرج وحابة أتعلم بس ماني قادرة. بس يعني بس صار في هالدورة يعني عندنا بدار قانون عملوا لنا دورة المرأة والتكنولوجيا، قدمنا طلبات ومش الحال. بلشنا بالدورة كبداية لقينا شوية صعوبة، لكن بعدين مش الحال. وصلنا للنهاية يعني نحن متفاجئين بحالنا إنه كيف صار عندنا هالمستوى بالكمبيوتر، صراحة مش مبالغة ولا إنه عم نعمل إعلان للتصوير. صراحة وصلنا لمرحلة كثير حلوة بالكمبيوتر، استفدنا كثير كثير كثير. يعني بالنسبة لي أنا لأبعد حدود، أكيد الصبايا اللي معنا وبفضل المعلمة اللي عندنا الشطورة اللي كلها أخلاق وإنسانية وأسلوبها رهيب 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 بالتعليم، صراحة عندها أسلوب ممتع. إن شاء الله نتمنى للمرأة والتكنولوجيا التقدم والازدهار والوصول لأعلى المستويات، يعني هذا كان كتير كتير دعم وشيء مهم للمرأة. شكرا. كانوا اللي يحاولوا يعلموني كنت بتعلم، ولكن لي انه اي جريد يقعد على الكمبيوتر. بس عرفت انه في بالمنتدى دوره، حبيت انضم للدوره، ضليت مسافر واشتغلت على اشتغلنا هون كثير. شوي شوي كمان نفس الشيء مثل ما قالت ليلى، طولت بالك طلع علينا مريم، مشكرة كثير. واكثر شيء فيني الكمبيوتر بمجال شغلي، يعني لاني انا معلمه فنون وفوت على المواقع اللي لي يعني على طول، لانه الكمبيوتر ما فوت على المواقع لانه على طول بدك تحتاج غيرك. بس هلا كثير كثير انا مرتاحه، فوت على الموقع اللي بدي اياه، ما بحتاج اي حدا. شوي شوي تعلمت وبشكر كثير 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 شركه مايكروسوفت اللي قدمتنا هالفرصه، وبشكر كثير استاذ حسين قصير كمان. بما انه انا استفدت كمان بشكركم كثير، بشكر الاستاذ حسين قصير، بشكر مدموزيل مريم بلحظ اللي بينا كثير كان طبيعي علينا، خاصه نحن الاميين تكنولوجي. حبيت اخذ هيدا الشغل. انا بجمعيه نسائيه بدي بعد اسبوعيا، وعندنا جروبين اكيبين، واحد الصبح وواحد عشيه. عم نتعرف كثير 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 لمريم. السلام عليكم. أنا خالد شغال للحمسية. أنا علمت الكمبيوتر بمركز تطبيقات مدرسة المهر.
تابع مع أولادي. أنا بنتي صغيرة بتشتغل على الكمبيوتر وبس تخلص بدها تنقل من شيء لشيء، بدها تنحي شيء تفوت على عمل ثاني ما أعرف، بس كنت مسك له بابته بس. فعرفت بهالدورة وتعلمت هون بعلمتها بإسبانيا، استفدنا كثير وبنصح كل ست تتعلم العلم ما له حدود أبدا. وكان كل طموحي أنا وهدفي إنه أتواصل مع أخواتي ببلاد برا، أشوفهم صوت وصورة على الإنترنت. صرت الحمد لله عم بتواصل معهم وبشوفهم كأننا عايشين مع بعض، ما عادش في هالبعد وبحس إنه مسافرين. هلا قدمت طلب كمان لدورة أهلي، نحن بنتشكر هالمركز من كبير أهلي لأنه عن جد عم يعمل جهد مجهود كثير كبير، وخاصة مع بنتنا عند أسبوع بيجز باك يعني إجباري تركز وتفوت الشيء براسك. والحمد لله ما في صعوبة معي بأي شيء، شو ما بيصير أي نشاط أي شيء بيقوص ثقافيا وانك تواكب بعصرك تقدر تقلع مع اولادها احسن من هيك تقول معهم وتتفهم. بتمنى ان اكون من اول المقدمين مرحبا في هالمركز ويعطيك الله. هاي انا مدام صباح ياسين قصري، وعم يسالوني عن تجربتي. حقيقه يعني كان برنامج كثير كثير حلو وبيرفع الراس وبيخلي الواحد يصير عنده ثقه بحاله اكثر، وبيخليه يحب انه يكتشف اكثر واكثر انه شو في بقلب الكمبيوتر. صار عنده حشريه انه يعرف من صغيره للكبيره بقلب الكمبيوتر. كانت الدوره كثير كثير مهمه وعرفتنا على كل شيء بيختص بالكمبيوتر، مفتاح كيف بيفتحوه لو بده يتسكر الكمبيوتر، التفاصيل المهمه اللي بقلبه كلها صرنا نعرفها. عن جد بنتشكرهم كثير لانه فتحوا لنا هيدا المجال، وبنتشكر اكيد المعلمه اللي وقفت جنبنا على طول، حمستنا اكثر واكثر انه نعرف وانه نتعلم كل شيء بيختص بالكمبيوتر. صار عندنا ثقه اكثر بحالنا قدام اولادنا، قدام الناس اللي بنعرفها، قدام الاشخاص اللي ما بيعرفوا بنقول لهم نحن انه استفدنا كثير ولازم هم كمان يستفيدوا ويجربوا قديش شغله مهمه وحلوه كثير. وبصير عندك طموح لاكثر من الكمبيوتر، يعني بتصيري حابه تجربي كل شيء بالحياه، انه شيء اسمه معرفه وشيء اسمه تكنولوجيا. كل شيء بدي اطلب منكم انه تضلكم على تواصل دايم معنا، لانه صار فعلا طموحنا بلا حدود. وميرسي كثير للكل.